طيب، بما انه الفنان الكبير الموجود معنا امتعنا لمدار شهرين بثلاث دقات نوم قوم غدا عشاء ثلاث دقات، قررنا نتحدى نوع من الفقر الحلو، بس فقر الحلو وتشويش واضح موجودين معنا. رح نتحداك كم من تحدي، انا برا اللعبه حبيبي، انا بس الحكم بتفرج وبتحداكم. اوكي طبعا بدي ارحب بناصر انضم لنا، وحمزه اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا ناصر. اهلا وسهلا ناصر. اهلا 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 اهلا. زمان مش زمان يا اخي. هسه كلنا معاذ حبيبي، يلا بس عشان نكمل، هاي بدها ساعة زمن الترحيب. يلا أول تحدي، جاهز أبو؟ جاهز. جاهز. طيب أنا بالنسبة إلي بتحداك، بما إنه دائما اللهجة المصرية هي بتكون القوية والطاغية، بدي أتحداك بجملة تحكيها باللهجة الأردنية. حلو، شو رأيك؟ أنا عجبني التحدي. جاهز؟ وأنا عجبني. أنت هتقولي جملة؟ مش. طبعا. أوكي. عمرك جربت تحكي أردني؟ عمري. شو عمري ما جربت بالاردني، ما جربت. عمري اردنيه. شفت زيبك بحكي اردني. ما بتحكي عمري ما عملتش. عمري ما عملت كذا يعني. طيب يلا يلا بنساعدك، تخافش. جيره الله تبات هون وبكره بتسري. جيره الله تبات هون وبكره بتسري. والله رهيب جد. شكلك حافظها. قالوا لي عليها بالله، بهزر والله. لا والله ابدا. اوكي يلا. الجو برا خطيطة وهواها مقرقع البيبان. الجو برا خطيطة وهواها مقرقع البيبان. والله إنك شاطر. البدوي مسلسل. أنا بعرف. أشطر مني أول ما حكيت. والله قوي. برافو. تسلم لي. ما بنقدر كتير نصعبها عليه. طيب معاد عندك تحدي؟ أنا؟ تقدر تعمل لي بلوزة صوف؟ لا شوف، أنا تحدي سهل جدا. ها. جدا. اي انا في حركه بعملها بنهايه برنامجي بكل حلقه. أيوة. اوكي سهله جدا. بجيك اياها. بس هيك تفتح ايديك تحكي يا كبير. تحرك راسك. افتح ايديك. افتح ايديك يا كبير. انا اسف والله. نيها. حلو التحدي. تفضل يا نصر. ولا التحدي ناصر، انت كثير هكلر هم التحدي. انا مش عارف، انا ما بديش اتحدى ابو. حبيبي يا نصر. هلا معناته انت بدك تتحدى. اوكي لا انت هتوقعي بينا. انا مش هتحدى. لا مش هتوقع عليك. ليش وقع يعني؟ بالعكس. تحدى معاذ. يلا يلا شو اتحدى معاذ اذا في عندك شيء. يلا معاذ او ناصر، انا حابه ناصر لانه ناصر مستحيل. لا ما هو هسه. لا بس هو طيب صراحه. هو عشانه طيب. الشرير اللي ورا اللي خلاه يعمل لك البتاع بتاعته. لا اسمع انا حابه تتحدى ناصر عشان هسه اتحدى دانا. لا ممنوع. انا كمان في تحدي ببالي لدانا. ممكن اطلب طلب خارج اطار الكادر. انا عايز ناصر يغني جزء من ثلاث دقائق. بس لو ينفع نجيب بالونه من الهيليوم ده يشفطها. وبدون الواسطه بيطلع. طيب مش طارق بس بدنا نغني. فكره حلوه. بعد هيليوم هو مهليم لوحده. ابدا ناصر. ايوه وقتي غروب طبيعي والله. يلا عند ناصر. بس ناصر بتعرف كيف تقصها؟ لا سيدي تبلعه. انا مش عارف. احنا بدنا الهواء، بدنا الهواء اللي جوا. تبلعه هسه. ايش هسه وقت الغروب؟ ايوه سكة كده بقى. وقت غروب الشمس وقف على البحر بعيد. اشفط الهيليوم. لما شفته قلبي دق ثلاث دقات. خلي شوي فيه، خلي شوي فيه. خذ لما شفتها. بدي موسيقى، بدي موسيقى مع الموسيقى. اوكي خذ كمان. يلا يلا جهز حالك. لما شفتها قلبي بس بالهيليوم. رمزي جاهزين؟ يلا 3 2 1 جو. يلا يلا ناصر. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات وقلبي دق يا لا بقيت له صراحه على الهيليوم. صوته احلى بالهيليوم. ناصر هاد بشبعش، هاد ما بشبعش. جوعان وجوعان الحمد لله. صراحة تحديك حلو. تسلمي. استنى انا عندي تحدي. تحدي دويتو زغول و
شو هذا؟ ودانا. الله، انا ما بغني. لا لا، شو عرفك انه غنى؟ استني. انت حكيت خايفه. انت حكيت. لا يلا هسا، يلا هذا النعنع نعنع نعنع مدام. يعني اغنيه الدقات انت ما بعرفها. انت شرط، انت شرط. جوزك فنان وبغني وما بتغني؟ ما عشانه فنان، عشان يضل فنان، عشان يعمل اغنيه، عشان يعمل اغنيه وانتشرت الاغنيه. يلا هذا النعنع نعنع نعنع. سمعتها ابو، لازم نعرفك عليها. اسمها جدا. هذا النعنع نعنع نعنع، وهذا النعنع نعنع نعنع، اقوى اقوى اقوى، ويلي بتحب النعنع، وهذا النعنع نعنع. يلا هيليوم بس بس مشيت مشيت مشيت. ايوه ايوه، نفس القلب من النعنع، نفس القلب. طيب، ضل في حدا بنفسه يشوف ابا بيعمل حاجه او تحدي؟ تحكي كلمه واحده بس. التشمشر. التشمشر لازم قوي. هذا مش طبيعي. انت عايش عندنا. قوي قوي. لازم نفهمه ايش يعني قوي. اسمع، التشمشر معناها انه تدفي حالك. تدفي حالك. التشمشر. ايوه. انت طالع التشمشر. يعني انت طالع التشمشر. وانا طالع التشمشر. وانت طالع طالع ولا طالع؟ طالع. وانت طالع التشمشر. ايوه التشمشر. هيك تحكي. طب انا عايزك انت تقول حتة مصري بقى. ايوه ايوه حلوة. عايزك تقول ايه بقى؟ طبق طبقنا. طبق طبقنا. طبق طبق طبقكو. طبق طبقنا خبط في طبق طبقكم. يقدر طبق طبقكم يخبط طبق طبقنا زي ما طبق طبقنا خبط طبق طبقكم. يقدر طبق طبقكم يخبط بطبق طبقنا زي ما طبق طبقنا طبق طبق طبقكم. آخرها. طيب، يعني أنت نفسيتك حلوة، تقبلت التحدي ونجح وتحدى ناصر. نتحدى بعدين. بس في مرات ناس حتى بموضوع التحديات مثلاً بتحدوا بعض بنكتة. فأنتوا كيف وضعكم مع النكت؟ والله ناصر وحمزه كثير ذكرت السمك. انا بالنسبه لي بحب النكته. زغول انت ما حكيت، احكي لنا نكته. احكي لنا نكته. نكته حلوه. يلا هودا تفضل. انا عندي نكتي. انا اسمي ازنخ واحد، نكت كثير زنخه. يعني انا خايف هسه الكل يعني خلص سكروا البرنامج. مش مشكله، مش مهم، خلص اخر شيء يمكن ناموا هلا. هو مره لاعب فوتبول تجوز لعبه فوتبول، جابوا جول. حلوة حلوة كبداية. وحشة وحشة كبداية. بس ما تعيدها. يعني من قبلك عشان على التلفزيون. تفضل عندك نكتة انت. تفضل تفضل عندك نكتة. لا يعني هي نزغول، نزغول موقف، هو نزغول خطأ. طب اسمعوا، التحدي هو انه بدنا يعني ننزل المستوى، بدنا لسه قديش بايخة هاي النكتة. ابيخ نكتة. ابيخ ابوخ ابيخ. ما اظنش. في سمكة غرقت. خلصت؟ خلصت. يكسب. احنا بنعتذر. احنا بنعتذر من ابو. عندي عندي فزوره. احنا عندنا نكت كثير حلوه، وهي مش حيينه جميله للنكت ابدا.